أقل من 24 ساعة بتفصلنا عن انطلاق الحدث اللي كل أنظار العالم متجهة له، وهو الانتخابات الأمريكية. والتحضيرات لهذه الانتخابات ماشية على قدم وساق، ففي الداخل الأمريكي التحضيرات الأمنية بدأت والاستنفار على أشده، وكل هذا الشيء لضمان سلامة الاقتراع والتصدي لأي أعمال عنف ممكن أنها تحصل خلال أو بعد الانتخابات. فشفنا فيديوهات لمحال تجارية حتى أقفلت أو أغلقت نوافذها بألواح خشبية، وفي شركات كبرى كمان حصنت مداخلها، وشفنا تدابير أمنية واضحة وسياج معدني كبير في محيط البيت الأبيض.